السلام عليكم، كديرين؟ لبس عليكم بخير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معاكم الروز، كيجي زوين بهالطريقة اللي انا كندير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نبداو على بركة الله. عندي شوية ديال الفلفلة حلوة بالالوان اللي قطعتها مربعات، وعندي شوية ديال جلبانة وحبه ديال البصله، وعندي واحد 3 طريوسه ديال الثومه، عندي شويه ديال القمرون وشويه ديال الكالامار اللي انا قطعته على هذا الشكل، وشويه ديال القزبر، وعندي 3 المعالقات كبار من لاصوص ديال الطماطم، وعندي 3 ديال كيسان ما يعادل كاس ديال العنبه من الروز بسماتي اللي انا غسلته، وشويه ديال البابريكا، وشويه ديال الفلفل الاسود والكركم، وشويه الحار، وشويه الملحه، وعندي واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. عندي الطنجره اللي فيها الزيت، غادي نحط فيها هذيك حبه ديال البصله، وشويه ديال الفلفله بالالوان حتى هي، والجلبانه، وغادي نحك هذاك جوج طريوسه ديال الثومه، وغادي نخلط الجميع ونخليهم يتشحروا على خاطرهم. كما كتشوفوا خليتهم تشحروا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، ودابا غادي نوضع القمرون والكالامار، وغادي نوضع القزبر والعطريه كامله، وغادي نخليهم حتى هما يتشحروا على خاطرهم على عافيه مهيله تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، وعاد غادي نوضع الروز ونوضع لاصوص. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. من بعد ما تشحروا لي المقادير كلهم، دابا ان شاء الله غادي نوضع الروز اللي انا غسلته بالماء بارد وخليته حتى تسقطر من الماء، وغادي نوضع القياس ديال الماء. عندي 3 الكؤوس من الروز، وغادي نوضع لهم 6 ديال الكؤوس من الماء، وغادي نوضع الصوص ديال الطماطم، وغادي نخليه يطيب على خاطرو، نقص عليه البوطة ونخليه يطيب على عافية مهيلة. هذا هو الكاس اللي انا عبرت به الروز، واللي انا غادي نعبر به ان شاء الله الماء، وغادي نخليه يطيب على خاطرو. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الروز. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال الروز اللي أنا وجدته معاكم، كيجي زوين وبنين وسهل في التحضير، إن شاء الله يعجبكم وتوجدوه. ما تنسونيش من لي لايك وتبارتاجيو مع العائلة والحباب، ويلقاكم هذا الفيديو ديال اليوم في أحسن الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.